قتلت المديرة نهال وأنا شفتها بعيوني. لا، هاي الأدلة يا دينيس. وهي إفادة شيدام. وقتها كنت متخبية بالممر، ووقتها عزراء كانت عم تركض. بعدين ضربت المديرة نهال بالسكين. ليش يعني ليش؟ ليش حضرتك بوقتها ما حكيتي؟ ما فهمت ليش سكتتي كل هالوقت هاد؟ استنيت لحتى اطلع من السجن لاني خفت عزراء تأذيني وانا هون. اذا شو بالله؟ هاد ملعوب منك مو هيك؟ اه؟ هي لعبة جديدة مزبوط؟ ليكي فيكي ما تصدقي يا دينيس، بالاخير رح تبين ورح توضح الحقيقة للكل. عزراء ما بتساوي هيك ماشي؟ عزراء مستحيل تساوي هيك شي، ما بصدق. الأدلة بين إيديكي هلا. بما أنك انحبستي بدالها وأنتي بريئة من التهمة وخسرتي بنتك، فالمفروض أنه تتعاقب على الشي اللي عملته، ما هيك؟ فيك تعاقبيها بالوقت اللي بدك إياه إذا بتحبي طبعا. كذب. في فوضى وأنا تخبيت عند الممر وشفت عزراء كايا وهي عم تركض بالممر وشفت عم تضرب المديرة نهال بالسكين وبشهد بهالشي إذا اضطر الأمر، بشهد إنه عزراء هي المسؤولة عن قتل المديرة. مستحيل. شو يا حلوة؟ مستحيل. ليه مزعوجة؟ ولا شي. زيرين زعجتك شي؟ نوب عزراء، طالعة شم شوية هوا. مرحبا أرهام، أنا دينيس، بدي أطلب منك شيء. أهلين دينيس، قولي شو المطلوب؟ فيك توصل للملف تبع قضية قتل نهال؟ خبرني إذا فيك، وبالذات لتقرير المشرحة وتقرير الشهود إذا فيك. خير دينيس، شو هو الموضوع؟ وشو بدك تعرفي عنه؟ إذا ممكن بدي أعرف كل شيء بتقدر دينيز. عليه أرهام، كل شيء. زيرين خانم بدها تشوفك ضروري، ما تتأخري. تمام تمام، شكراً أرهام. عفواً. طلبتي تشوفيني. خبريني دينيس، أخذتي قرار شي؟ أنت إلي لقرارك. رح أحكي بوضوح وبصراحة، ما بيهمني وما بيعني لي مين اللي قتل المديرة، وما بيهمني عاقب عزراء، خاصة إنه مو من مصلحتي إنه تطلع. بس لا تنسي إنه هي كانت سبب بموت بنتك، فكيف حتسمحي لتطلع؟ نقليني من هذا القسم.
ناوية تهربي يعني؟ نقليني على القسم جي. من كم يوم لسه خربت الدنيا فوق راسي لأني حاولت أنقلك على غير سجن. شو صار؟ عائلتكن خربت هلا؟ أنا قدمت طلب. إيه طيب، على راحتك. والله كأنه مفتح مخك. إيه برافو، هاي حذرتي. هلا النبات. هلا وقف لحظة. شو قصتك؟ شوفي شو صاير معك؟ ليش مكركبة هالقد ومزعوجة؟ ليه عم تاخدي غراضك من هون؟ لأنه أنا انتقلت عزراء. شو يعني انتقلتي دينيز؟ ليش؟ حابة انتقل من هون. لا تكون زيرين ضايقتك بشي. لا أبدا. لك وقفي. خلص تركيني دينيز. إيه؟ تعي لهون. شو قالت لك زيرين؟ هددتك بشي؟ خلص تركيني. عم قلك تركيني. خلص دينيز فهميني شو في. دينيز احكي. حلي عني عزراء، ما تخليني أذيكي. خلص روحي. دينيز ديمير طلبت تنتقل، حضرتك موافقة؟ لا، ما عاد في داعي. حاضر. تعي لهون لشوف، تعي لهون فهميني شو عم يصير معك. يلا احكي شو القصة؟ أنتِ قتلتي المديرة؟ كيف؟ كيف؟ انتي شو عم قول؟ مو قلتي شو عم قول؟ يا ربي انا ما عم صدق. خدي هاي شوفي. قولي يا عزرا، قولي لا. مشان الله قولي لي لا. قولي انك ما قتلتيها. قولي لي انك ما عملتي هيك وما كذبتي علي وانتي عم تطلعي بعيوني. معناته الحكي صح. الله يلعنك، الله يلعنك. أنا اللي قتلتها. لا مستحيل مستحيل. أنا قتلتها وبعدين ركضت، بعدين هربتي وسكتي كل هالوقت. مو إيه صح عن جد؟ معك، بس أنا ما كنت قاصدة أقتلها. أنا هربانة طلعت بوشي قتلتها بالغلط. وأنا قلي لي عزراء، أنا شو ذنبي؟ أنت قتلتيها بالغلط، بس بعدها كان فيكي تعترفي بالغلط. عملتي هيك؟ كيف عملتي هيك؟ أنا انرميت كل هالوقت بالسجن بسببك، وكمان فقدت بنتي. ماتت بنتي بسببك. ليش هيك عملتي؟ ولك ليش؟ ليش وكيف قدرت تعملي فيني هيك؟ لك خلص بس معيني شوي بكفي. ما بدي أسمع منك شي. أنا ما كنت عارفانة شو بدي أعمل. صدقيني أنا بريئة من الموضوع. أنا كنت بدي أهرب بس والله هي. أنت ما بتكلم نوب يعني؟ بس فهميني شلون قدرتي تعملي هيك؟ كيف قدرتي تساويها؟ لك أنا بنتي الوحيدة من وراكي ماتت. دينيز بنتك ما ماتت بسببي أنا. إيجام كانت مع قلبه هو سدي حلقك.
لما انت فتي لهون على السجن بنتك كانت مع قلب من قبل. دينيز هي ماتت بسبب قلب. والله حاجة تلومي حالك على هذا الشيء بقى. بس أنا كان فيني انقذها، أكيد كان فيني انقذها. يا ريت رح أعترف بالجريمة لو طلع عليك حكم. وشو يعني هالحكي؟ قلي لي عزراء، المصيبة مستحيل أقدر شوفك عدوتي. ما كنت بعرف إنه رح نوصل لهون دينيز، والله ما كنت بعرف. أنا شو عرفني إنك رح تفوتي على السجن وإنه بنتك رح تتعرف على هذا قلب وإنه رح يقتل؟ أنا شو كان عرفني هيك رح يصير طيب؟ أنا ضربتها لنيهال بالسكين، بس لما هربت كانت لساتها عم تتنفس. خلص ما عاد تحكي لي شي، بكفي. من هلأ رح نرجع غربة مثل ما كنا أول ما إجيت، ولا تسمعيني صوتك. عزو، شوفوا الموضوع حيضل سر بيناتنا، تمام؟ يلي سمعتوه رح يضل سر بيناتنا، فهمانين؟ صدقوني إذا سمعت إنه اللي صار طلع لبرا، فصدقوني صدقوني رح أخنق اللي حكت بإيدي هدول وأقتلها، بقتلها. قولولي يا بنا، صاير شي بمجموعة البنت اللي اسمها عزراء؟ سمعتوا شي؟ أكيد في قصة. نو، بيكون موضوع عادي، يعني شو رح يكون؟ لا راح،
الموضوع أكبر من هيك. لك هدول ما عم ياكلوا مع بعض حتى يا بنتي، شو بكي؟ عم يقولوا قصة سرقة. لا مو معقول. أنا سمعت إنهم مختلفين على توزيع المصاري تبع بضاعتهم. لا مو هيك، أنتوا بتعرفوا إجوا بنتين جداد لهونيك، الدكتورة ووحدة تانية، هدول يلي فرقوا بيناتهم هيك عم بيقولوا. ما بظن، لو هالكلام صح كانت سمعت معلمتي. أو شو اللي بدي أسمعه ليه؟ ليش جماعة عزراء مختلفين معلمتي؟ والله هلأ ما حدا بيعرف غير الله وهالبنتين. أنا سألت اللي اسمها ملتم كمان، شو بتعرف؟ ما بتعرفش بنوب. يعني رح تفتحوا أدانكم منيح، ووقت تسمعوا أي شيء تجوا فورا بتخبروني. أكيد، ما تقلقي أبدا. فهمتوا كلكم؟ إيه فهمنا. الشاي خلص. كيف يعني؟ يعني خلص الشاي. ما منقدر نشرب الشاي على رواق حتى. والرواق خلص كمان. انتي كنتي عم تحكي معي؟ عم تحكي معي يا بنت؟ ليش شو عم تحكي غلط؟ الدكتورة حكت بأدب. ما شاء الله، تعوا شوفوا داريا اللي لحد مبارح كانت عم تمشي معنا وتحت جناحنا، صارت عم تدافع عن الناس الجداد. يا حسرت، إذا معصبة فما دخلنا. مين أنتوا ليه؟ بتجوا الصبح وبتقعدوا عابسين، وهلأ جايين عم تلمحوا وتسمعوا حكي وما في رواق وما بعرف شو. حسرت، ما حدا عم يلمح لشي، الكل مزعوج هلأ. روحي عدي مكانك، وانتي عدي يلا. اسمعي منيح، إذا بقى بتلمحوا بالكلام ما بتعرفوا شو ممكن أعمل فيكن. أنا عم تفهموا؟ ايه حسرت، شو رح تعملي يعني؟ رح تشوفي. شو القصة؟ شبك عليكي، شو رح أعمل؟ حسرت هي بلشت. عادي هون داريا. خير؟ شوفي ست داريا، شو صاير هيك؟ رح نقضيها على طول مشاكل هيك؟ نحنا كنا ندافع عن بعض. اسمعوا شو عم تقلكن عزراء. تمام، لا تتخانقوا مع بعض، مو مستاهلة. ما حدا فيكن عم يفهم علي، مشكلتي وانا بحلها. تمام، صح مشكلتك. ما رح نسمح لهديك المريضة نفسياً إنه توقعنا ببعضنا. بتكون مبسوطة وهي عم تشوفنا هلأ. رجعوا مثل قبل، مفهوم؟ أنا هلأ رح روح أعترف ونخلص من هالقصة ونسكرها على الآخر. عزو، ما بصير تعملي هيك. خلص تركيني حسرك، بدي روح. تعي لهون، شو عم تقولي أنتِ؟ شو مفكرة حالك عم تعملي؟ يعني شو عم تحاولي تساوي؟ قولي. مستحيل اسمح لهي المريضة توقع الناس ببعضها، رح روح اعترف. شو رح نستفيد؟ شو رح يصير؟ رح ترجع الايام اللي ركضت فيها بالمحاكم وانا بريئة؟ شو رح نستفيد؟ بقول لك شو الشيء اللي لازم تساويه هلا؟ تتراجعي عن اللي عم تفكري تروحي تساويه. ليش؟ وهي الشجاعة اللي عم تحاولي انك تلعبي دورها هلا مو وقتها، خليها للعالم اللي برات السجن، الحياة مو بس هالسجن. ايه بس انا كنت... انت بتخافي مزبوط؟ بتخافي انك ما تكوني برا مثل ما كنتي هون. بس ممكن تقدمي لي معروف؟ لا تضلي بهالمكان، طلعي لبرا. بدك النار اللي جواتي تخلص؟ لا تقولي شي. مثل ما قدرتي تسكتي كل هالوقت، كملي المعروف. مستمعات راديو الأمل الجميلات، إخواتي، أنا معكم اليوم. أنا حسرت. تعرفوا أني ما بحب مقاطع الأدب والشعر كتير، يعني ما بنجح بهالشي. كمان الحياة عطتني عيلة جديدة بهذا السجن، وعطتني الحب اللي ما شفته من أبي ومن أمي وإخواتي الحقيقيين. جمعت العيلة شفتها هون. في بيناتنا أيام حلوة وأيام مرة، بس يا ريت ما شفنا المر، يا ريت ما تفرقنا ابدا، يا ريت نهايتنا ما كانت بهالشكل.
Sakin göllerin kusuyduk. Salınarak suyun yanağında yarılan ekmeğin bu suydu. Gözüm yaşarıyor, yüreğim yanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle. Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Çoban ateşiydik. Dolanarak mavzer yatağına ceylanın pınara inişiydik. Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle. Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. شو بدي اقول لك عزراء؟ ليش سويتيها؟ ليش قتلتيها؟ ما بعرف شو بدي اقول لك مراد. الوضع وقتها كان متوتر. قدرته جماعتها لحقوني. ما عرفت اذا لازم خاف على حالي ولا خاف على الصبايا وراقبهم. ما عرفت. وكنت بوقتها خايفه. قتلتها بالغلط ولا مو قصدي. قلتي لي بالغلط؟ كيف قتلتيها بالغلط؟ قولي. أنا خسرت مرتي،
خسرت عيلتي يا عزراء. لشهور ما قدرت نام بسببك وجاي تقليلي بالغلط. آسفة مورا، مو بقصدي. هلأ أنا بدي منك شغلة. هلأ بدك تعطيني سبب واحد بس مشان ما قلتلك بالغلط. لا مورا. في أنا وأنتي رح نتواجه بالمحكمة، والشي اللي ساويتيه رح تتعاقبي عليه. شدوا همتكن، يلا اشتغلوا. شو حكينا؟ ما بدنا ندبل الوردات ولا بدنا نيبس الزرعات. يلا همي، يلا اشتغلوا منيح. قدرات بدي فوت على الجنينة، تسمحيلي؟ والله صعب اقلك ممنوع يا زغرورة، بس ما فيني فوتك. بس كنت فوت عليها على طول. ايه بس انا هلا صرت المسؤولة بالحديقة. على كل حال قليلة لدودو، هلأ لما تقولي لقدرة يا معلمتي ساعتها رح تخلينا نفوت على الجنينة، فهمتي؟ ايه فهمت. نيح تسلميلي، شو حلوة هالبنت. شو في هاي معلمتي؟ هدول هلأ تفرقوا وعم يطيروا بالهواء، وأي وحدة منجيبها لصتنا المكسب معنا، فهمتوا علي؟ ايه معلمتي. مرحبا أخي حسن. أهلين بالنحلة الحلوة. بون بون منيح شي؟ ايه هو كتير منيح، تعالي شوفي بعيوني. منيح انك موجود هون يا اخي حسن، لولاك ما كنت بعرف شو كان رح يصير ببون بون عن جد. لا ينشغل بالك حبيبتي، انا داير بالي عليه كتير منيح. اويكو وينها دودو؟ ممنوع علينا نفوت على الجنينة، انا فيني اهرب واجي بس هي ما فيها تجي. ليكي يا امورة، هاي رسالة مني بدي اياكي تعطيها لدودو. ايه بس ما تخلي حدا يشوفها. لا تاكلهم يا اخي حسن، اعتبرها وصلت لك. شو هالحكيات الحلوين هدول؟ شو هالسان الحلو اللي عندك؟ أيكو دودو، أخي حسن قال لي أعطيكي هاي الرسالة. جبتيها من حسن؟ ليش أنت وين شفتي حسن أيكو؟ القصة إنه أنا رحت على الجنينة شوي صغيرة أيكو، وقدرة قالت لي خبرك، قال إذا بتقولي لمعلمتي رح تسمح لنا نفوت على الجنينة. فشرت، أنا بقول للشيطان معلمي ولا بقول لها إيه؟ ها بنتي لا بقى تروحي لهنيك. ايه وعديني. ماشي بوعدك. ايه شو قالك حسن؟ قليلي ولا شي، بس لعبنا مع الطير شوي وعطاني هاي الرسالة وقالي وديها لقلك. ايه هاتيها لك. ليه عم تضحكي؟ ريا لا تستحي، رايحة لعند امي. وليه؟ روحي يلا روحي. دودو خانم الغالية، انشغل بالي عليكي لأنه صار لي فترة ما عم أقدر شوفك، وبدي أقلك أني كتير اشتقت لشخصيتك المرحة ولحكياتك الحلوين. الجنينة ما لها أي معنى من دون شوفتك. كنت بدي أقلك تعالي نشرب شاي سوا، بس بعرف أنه ما فيكي. بتمنى شوف جمالك اللي مثل الورد بأقرب وقت. مع احترامي حسن.
Nefsi hasret öldürür, yüreğimde bin hüzün deniz gibi amansız. Seyrine dalmış gönlüm, bizi hasret öldürür, yüreğimde bin hüzün deniz gibi amansız. İnan bana, inan ki hiç yıkılma. Bu sevgiyi o sırlara bırakma. Savurur hasret beni sensiz, İçimdeki bu sevgimiz bedensiz. Savurur hasret beni sensiz, İçimdeki bu sevgimiz bedelsiz. İnan bana, inan ki hiç yıkılma. Bu sevgiyi o sırlara bırakma. حبيبتي شدي حالك. شكرا. موفقة عزراء. تسلم. إنان بنا إنان كي هيتش يكلم وسيكي وصر لرا براكما. Kavurur hasret beni sensiz, İçimdeki bu sevgimiz bedelsiz. Kavurur hasret beni sensiz, İçimdeki bu sevgimiz bedelsiz. İnan bana, inan ki hiç yıkılma. Bu sevgiyi o sırlara bırakma. İnan bana, inan ki hiç yıkılma. Bu sevgiyi o sırlara bırakma. نهال أونال، مديرة السجن اللي قتلتها يوم التمرد، هي اختارت توقع بيناتنا بس مشان تعيد تأهيلنا، وهذا سبب التمرد يلي صار. حضرة القاضي، أبظن إنه نحن ما اجتمعنا هون بهي المحكمة لحتى نحكي عن أخطاء إدارة السجن، مو هيك؟ شو يعني؟ لهيك أنت قتلتي مديرة السجن؟ عم تتسرع بالحكم علي شوي.
يعني حتى أنا يلي لساتني طالبة حقوق بعرف إنه في قدسية لحق الدفاع وإنه لازم تسمعوا كلامي للآخر. مزبوط حكي؟ كملي بنتي. أنا سلمت مساعدك مقطع فيديو لحتى يوصل لك يا بعد إذنك، ممكن تشغله وتشوفه هلأ؟ مثل ما نك شايف الجو متوتر والسجن كان بحالة فوضى كبيرة وما حدا لحدا يعني، وكان في مجموعة عم يلحقوني وبدهم يقتلوني ويخلصوا مني. هربت وبإيدي سكينة حملتها لحتى أحمي حالي، ولما وصلت لنقطة معينة حسيت إنه في إيد لمستني، ومع كل الخوف اللي أنا فيه طعنت بردة فعل لا إرادي. وبعد ما طعنت لحتى انتبهت إنه الشخص اللي طعنته هو المديرة نيهال أونال. وبعدها خفت كثير وارتعبت وبعدت عن المكان، بس لما بعدت كانت نيهال لسه ما توفت. القصة إنه بين الفيديوهات يلي تسلمت لحضرتك من لحظة لقائي بنيهال أونال ومشهد هربي في مقطع بالكوريدور مو مبين. شو يعني المغزى؟ يعني أنا سجينة عادية بتحرك بأماكن محددة، يعني حركتي مقيدة، ما فيني أدخل على غرفة الكاميرات المحمية بشكل أمني عالي، وماني قادر أحذف الفيديوهات ومستحيل إني أقدر أخفيهم. عشو عم تلمحي يا بنتي؟ الموضوع يلي بدي أوصل له، اللي بحق له يفوت على الغرفة ويمنع الفيديوهات إنه توصل كاملة لإيد أجهزة الشرطة، هو اللي قتلني هال أونال. المدعي في عنده شاهدة بدها تحكي، ما هيك؟ ايه حضرة القاضي، بطلب انه نسمع للشاهدة شيدام هاترلي يلي شافت عزراء كايا عم ترتكب الجريمة بحق المديرة. حضرة النائب، شكل الشاهدة تبعك ما رح تجي. حضرة القاضي، هي هلأ مفروض تكون هون، بس خلينا نستناها شوي. المحكمة استنت الشاهدة بما فيه الكفاية، الجلسة الجاية لبعد 3 شهور، المحكمة تأجلت. ألو؟ أي نعم؟ تأجلت المحكمة؟ طيب كيف وليش؟ كيف يعني ما إجت الشاهدة؟ طيب برجع بعد ساعة، تمام؟ لا تعز بحالك وتدقي، ما في حدا بالبيت يا خانم. لوين راحت طيب؟ والله ما بعرف وين راحت، بس من يومين شفتها أخذ شنطايتها ورايحة. هي كان معها شي حدا؟ لا ما شفت حدا معها، بس ركبت بسيارة كانت ناطرتها على الباب. لك الله يلعنك. يسلم. عزو طمنيني شو صار؟ ايه احكي لنا شو صار؟ ولا شي،
تأجلت المحكمة لوقت تاني. دينيز، زيرين خانم بدها اياكي. عادي هون. ايه دينيز، اجلوها للمحكمة عأساس عزراء ما بتساوي فيكي هيك. مع الأسف طلع الحق معك. يا ريتك لو سمعتي كلامي من قبل. ايه شو بدك تساوي هلا؟ ما بعرف. اذا المحكمة ما كان عندها أدلة كافية فنحن فينا نقدم لهم الأدلة لحتى تتعاقب عزراء. شو رأيك؟ كيف يعني؟ منحاول نمسكها متلبسة. أنا هدفي مو عاقب عزراء بالسجن. فكري منيح، فكري منيح. دينيز بدك تتعاقب عزراء اللي عملته ولا لا؟ قولي. ما بدي اتخلص منها، أنا بس بدي إياها تحس بشعور الخيانة اللي حسيته. معنا اتفقنا. أنا رح أمن الموقع اللي رح ترتكب فيه جريمة، وأنت مهمتك تساعديني أمسكها. موافقة دينيز؟ آه؟ اتفقنا. مرحبا يا حلوة، كيفك؟ شو أخبارك؟ عزراء؟ إيه عزراء؟ ورجيني شو عم تساوي؟ كلمات متقاطعة حسرت شغلي مخك، مثل أحسن ما تضلي نايمة عطول. بالله جد، يعني عم تقولوا إن الأخت إلى فايدة أكتر مني مو؟ إلا منجي منزورك بغرفتك لنشوف شو عندك. يلا يا بنات دوروا لشوف شو هاد؟ اخشي انتي قاعدي على الكرسي، نحنا مو جايين نعزبه. لسه ما لقيت شي. هاي الغرفة مهمة كتير بالنسبة لإلنا، لهيك لازم نعرف شو فيها. وإذا سألتيني ليش، فلأنه هاي الغرفة كانت لصديقة منحبها كتير وكانت مثل أختنا، وهلأ صار نصيبك إنه تقعدي فيها. مشان هيك لو شو ما صار أوعك تجيبي المشاكل على هاي الغرفة. تمام؟ تمام. ممتاز، والله ما في منك، نكشنا لك الغرفة، بس يلا بتقطعي وقت وبتتسلي بترتيبها. يلا.
زيرين خانم، في شوية أوراق المفروض توقعيهم. طبعا جيبهم. تفضلي. ما بوقع غير بألمي هذا. ايه طيب على راحتك. هالألم أول ما بلشت بالشغل هداني يا مديري وقتها، من يوم لهلأ ما بيفارقني أبدا. بآمن إنه بيجيب لي الحظ الحلو. أكتر من مرة ضيعته، وكل مرة كان يرجع لي بدون ما أتعصب. فرحتيني. وأنا؟ لأنه كل شغل بلشته بهذا الألم ما تركته بنص، وإن شاء الله ما أتركه أبدا. اللي عندك شي بيجيب لك الحظ؟ ما بقول بتجيب الحظ، بس أنا متعلق كتير بسيارتي. إيه أكيد، كل الرجال بهالدنيا عندهم هوس بسياراتهم. ايه معك حق، احيانا بتتعطل وبتنتزع، يعني دوليبه ببنشره، حتى احيانا بيتعطلوا فراماتها، بس يكتر خيرها بتوصلني دائما لمحل ما بدي، وان شاء الله عطول رح توصلني. ممتاز ممتاز. عن إذنك يا خانو. شو القصة اليوم؟ غريبة كيف تذكرتنا زيرين خانو. بلكي إذا تحملتي مسؤولية بتخف المشاكل شوي عزراء. جوابك حلو، صارين عم تشغلوا مخكم هالفترة. بلا هالحكي اللي بلا طعمة هلأ، وخلينا بشغلنا. خليكي مهذبة ولا تساوي مشاكل. حسرات؟ هاي بأمانتك. بأمانتي؟ ايه، لأنه قررنا نخلي الخروف بأمانته للزبد. أه. يعطيكم العافية. شو اللي عم يصير؟ ورجيني شو مكتوب. رز بحليب وفطاير. كابوسكا. وشوفي كمان هيك. وهي هي قائمة المشتريات. شو هاد؟ في جاجولة؟ ايه، وإذا يعني في جاج بحياتك مانك أكلة جاجولة؟ يا حبيبتي لك مكتوب هون بالقائمة جاج، رح يجي جاج لهون بعد 3 أيام. ايه؟ من هلأ وراي حسرة رح تجن على الآخر، رح تجن. يا بنات لك شغلولي مخكن شوية صغيرة، قلب الجاج فاضي مزبوط؟ فاضي، وما فينا نحط شي بقلبه؟ فينا. أوه شو هاد؟ ايه حاسو، على ما يبدو شغل المطعم فتح لك مخك منيح. ولي شو بدك تحطي بقلب نعمة الله؟ شو بيعرفني؟ فينا نحشي شوكولا، فينا نحشي كستنا، فينا نحشي بردقان إذا بدك. شو بيعرفني؟ اللي بدك إياه. يلا يلا لا تكت روحك، خلينا نروح. امشي يلا يلا عالسريع لشوف. تفضل تفضلي زيرين خانو. بدي أسألك، عجبتك إدارة السجن والانضباط الموجود أوكتاي؟ كونك مديرة وعندك خبرة كبيرة فطبعاً أنا ما عندي. أنا ماني عم أسألك عني بمو، قصدي عن زملائك الموظفين. الشخص المشرف عليكم عم يوجهكم بالشكل المثالي الشيء؟ وإنت شايف روح الفريق موجودة؟ مراد قصدك مو؟ إيه صح، الحراس ما عم يتوجهوا بالشكل الكافي، لهيك حساوي شوية تغييرات هون. رح يكون في تغيير بالمناصب. شو قلت؟ تقدر تفرض الانضباط على السجن؟ طبعاً رح ساوي اللي بقدر عليه. ممتاز، لكن جهز حالك، مسؤولياتك حتزداد عن قريب. أوكتاي. والله مالنا كتير. لك شو رأيكم نروح نفتح المطعم ونسكره بس لحتى نتسلى شوي؟ عازو
لك عم امزح لحتى يتحسن مزاجك، افردي وشك شوي لا تعبسي. يلا شبك، شيلونا من المزح هلا، رح توصل البضاعه هالفتره، يعني شغله 3 ايام. انا شايفه الناس عم تتقرب من قدره بعد ما خسرنا الجنينه. لا ينشغل بالك معلمتي. شوفي ولي، ليش عم ترقدي وكأنه لحقك شي تور؟ جايبت لك خبر مو منيح، زيرين خانم عتت المطبخ لعزراء وجماعتها. شو هاد؟ العمى شلون هيك؟ شو بدنا نعمل هلا؟ لا تساوي شي، زيرين خانم بتعرف شو بدها. يسلمون حسون، رح أعطيك المصاري بأسرع وقت. أي ولا يهمك حبيبتي عزراء. أخ منك يا حسين. عزراء نشرت خبر للسجينات عم تقول طلبكم رح يجي بعد 3 أيام. أنا طلعت على قوائم المطعم، رح يدخلوا البضاعة جوات الجاج الني. حلو كتير، بس ما بيكفي. كيف يعني؟ عزراء شو ناوي تدخل لهون؟ تليفونات ومكياج يعني، وإن شقت حالة مشروبات. بشو رح تتعاقب إذا كمشتوها؟ المطلوب. حاولي تأمني لي شي تتعاقب عليه، وأنا رح بدل البضاعة. دينيس، طلع الشغل معك كتير بيسلي. ستي اوعك تفكري رح اعمل لك واسطة، صفي على الدور. شو يعني هاي عادات جديدة؟ وهنا. يلا ولا يلا يلا تحركي. شكله التخديم على الأكل ما بيناسبني أبدا يا أختي، أنا شغلتي أكل. قدورة خلصنا أكل لليوم، حاولي تدبري حالك بهالسكبة. طلعي وليه راسي. كورات اوعك تغلطي. يلا تحركوا بنتي هاجر، اعتبري رجيم. حبيبتي فاطمه والله بدي ادعمه لصحني. صحه وهنا. ليكي معلمتي، بس لحتى يكون بعلمك أكيد عملوا ملعوب كبير لأخذوا المطعم. من وين جبتي هالحكي وليه؟ حتى كمية الأكل خففوها للنص. منيح. ومبسوطة بهالخبرية؟ ولك الله ينزع مراءكم. فوتي قعدي لشوف. أهلين قدرة. شو الأخبار؟ شو الأخبار؟ والله أنا ما بعرف شي، المفروض أنت تقولي لي. شوفي ما عم أفهم. سلمتي إدارة المطعم لهي اللي اسمها عزراء؟ أنا شو هالحكي؟ بس مو هيك اتفقنا. أنا بعرف يا قدرة، أنا وياكي شو حكينا، لهيك اهدي رح تصيري المسؤولة عن كل شيء، لهيك طولي بالك. ييي اها زبطت. شوفوا
عزراء والبقية وينهم؟ عزراء بالمطبخ. شو جابها هي؟ ضبون ضبون بسرعة يلا نتحركوا. ولك يلا بسرعة يلا اطلعوا. ليش بالمطبخ؟ والله اجت البضاعة وكنا عم نستفقدها اذا منيحة. نظفوا الصالة وبعدين فوتوا اشتغلوا جوا. نظفتوا صالة الأكل؟ نظفناها يا خانو، فيكي تشوفيها صارت نظيفة مثل الفلة. منشوف لك. بس ما نكون منظفين الطاولات، بقى الزيت بكل مكان. يلا جوا نايمة ومكيفة، نحن قاعدين هون عم ننظف الوساخ. شو عم تقولي حسرات؟ لا ما عم قول شي، يعني عم قلها لازم ننظف الصالة لتلمع مثل التلج. يلا لا تضيعوا الوقت، اشتغلوا منيح ولا تكتروا حكي. ملتم روحي نادي لضيفنا. لحظة، مين اللي بده يجي يا خانو؟ روح جيب لي سلة للجاج وانتوا وقفوا بالصف، لأنه النظافة كتير مهمة.